خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير يا دينا، ما تقوليش إن في درجات حرارة مرتفعة. لا أنتوا أكيد كلنا الكلام بنتفق. لا أكيد كلنا ملاحظين إن إحنا من بالليل إمبارح كانت الأجواء لطيفة جدا وهتستمر معانا إن شاء الله الأجواء المعتدلة دي اللي فيه نسمة الهواء الجميلة بالليل إن شاء الله لحد نهاية الأسبوع. إن شاء الله. إن شاء الله. نصبح على حضراتكم مرة تانية وخلونا نبدأ معاكم في استعراضنا لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما هنوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هنلاقي برضو في كثافات مرورية، لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات دي بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية، وهتبدأ الكثافات دي تختفي عند محطة مترو الإستاد. لو هنروح لشارع الموسكي واللي السيوله مريه فيه في الوقت الحالي متواجده، لكن من المتوقع انه هيشهد كثافات مروريه كبيره خلال الساعات القادمه. شارع رمسيس في اتجاه العباسيه، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مروريه متقطعه على فترات. الكثافات دي بتبدا بدايه من ميدان رمسيس وصولا للعباسيه لحد شارع الخليفه المامون في مصر الجديده. ومن القاهره نروح محافظه الجيزه، شارع الهرم من بدايه المستشفى وفي كثافات مروريه متقطعه مكمله لحد الجيزه، ولو طلعنا كوبري روضه هنلاقي برضو في كثافات مروريه عاليه مكمله لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف بقى شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبيه بتبدا من اخر شارع فيصل وواصله لحد الطوابق، وعند الطوابق هنلاقي في كثافات مروريه كبيره هتبدا تقل عند محطه التعاون، لكن بدايه شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. ونروح معاكم الاسماعيليه، هنلاقي ان طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق احمد ابو زيد بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين في شارع الطيار اسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو في كثافات نسبيه غير مؤثره على حركه السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعه هنلاقي في سيوله مروريه كبيره جدا واصله ومكمله لحد طريق الاسماعيليه. ونروح معاكم محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مورية، بعض الكثافات المورية كمان موجودة على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. في كثافات نسبية كمان ومرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، وطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.